هذا سائل يقول: رجل مسلم لا يملك الاستطاعة البدنية ويريد أن يؤجر مسلما ليحج نيابة عنه، فهل يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه؟ بلا شك، هذا هو نص الحديث، أنه لا بد أن يكون النائب حج عن نفسه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن غيره قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن فلان. فلا بد من شروط صحة النيابة أن يكون الحاج أو المعتمر قد أدى فريضة الإسلام عن نفسه من حج أو عمرة، ثم ينوب عن غيره بعد ذلك. نعم.